اليوم راح نتحدث عن فيلم درامي وجريمة، عنوان الفيلم باد سيستر. يبدأ الفيلم ويا ولد اسمه جيسون، ونعرف به شخص يحب الموسيقى كلش، ونشوفه يصور مقطع الفيديو الخاص به وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي. بعدها نشوف بنية لابسة ملابس راهبة بعد ما قتلت الراهبة الحقيقية، وبعدها راح جيسون وأخته زوي للمدرسة لأن خلصت إجازتهم، ويلتقون بالراهبة ريبيكا، وريبيكا تلتقي براهبة اسمها صوفيا، وتلتقي صوفيا بجيسون، ونعرف أن صوفيا راح تكون معلمة بصف جيسون. وريبيكا تدلي صوفيا على غرفتها، وصوفيا تشوف فيديوهات جيسون بالكمبيوتر مالتها وبدأت تبوس شاشة الكمبيوتر، وهذا الشيء يبين أن صوفيا تعرف جيسون من قبل وجت المدرسة عندها فتشي تريد تسويه. وثاني يوم راحت صوفيا للصف وشافت جيسون يحكي ويا بنية اسمها سارة، لذلك تشعر صوفيا بالغيرة وتطلب منهم يغيرون مقاعدهم، وبالرغم من صوفيا راهبة إلا أنه ما صلت صلاة الصبح وطلبت من زوي تصلي الصبح، واستغربوا الطلاب من اللي جاي يصير. وهنا نشوف كان جيسون يبوس سارة وتشوفهم صوفيا وحست بغيرة شديدة كلش وغضبت وراحت على سارة، وجيسون سارة تبتعد من جيسون. بعدها صوفيا دعت جيسون لغرفتها بعد نهاية الدوام، وكانت صوفيا تبقي باب غرفتها مفتوح عن قصد وتبدي تغير ملابسها، وبهالأثناء جيسون يشوف صوفيا وهي تغير ملابسها، وسوت صوفيا هذا الشيء عن قصد حتى تغري جيسون. وبعد ثواني قرر جيسون يغادر بدون ما يقابل صوفيا، وتراقب صوفيا وتفرح لأن خطتها كانت ناجحة. وثاني يوم اللي هو عطلة نهاية الأسبوع والأهل جايين حتى ياخذون اولادهم، وتشوف صوفيا ان جيسون جاي يحكي ويا ساره مره ثانيه وتحس بالغيره، لذلك قررت صوفيا تقول لريبيكا انه عمتي مريضه ولازم اروح ازورها. بعدها يقول جيسون عائلته انه يريد يتراجع بدراسته حتى يركز على مسيرته الموسيقيه، وكانت امه تدعمه بهذا الشيء لكن ابو ما كان راضي على هذا القرار. بعدها نشوف صوفيا وصلت البيت جيسون ونشوفه يغني يم حمام السباحه، وبهالأثناء سارة تتصل بجيسون وتغضب صوفيا كلش، لذلك راحت صوفيا لغرفة سارة وخلت مخدرات بين كتب سارة. وثاني يوم الصبح صوفيا تطلب من الطلاب يطلعون كتبهم، وطلعت سارة كتابها وبي مخدرات، وكانت المخدرات ممنوعة بالمدرسة، لذلك تم فصل سارة من المدرسة، وتحزن سارة كلش بسبب هذا الشيء. وقدروا إدارة المدرسة يلقون زجاجة خمر غرفة جيسون، لذلك اجى دور جيسون حتى يتعاقب ايضا، وتقول لهم صوفيا ان جيسون لازم يتعاقب لكن عقوبة صغيرة واللي هي تنظيف المدرسة لحد نهاية هذا الاسبوع. وكان هدف صوفيا تبقي جيسون بالمدرسة، ونعرف ان صوفيا هي اللي دبرت هذا الشيء وحطت الزجاجة خمر بغرفة جيسون، والواضح ان صوفيا وقعت بحب جيسون، والواضح ان صوفيا حبت جيسون لان شافت فيديو موسيقي الى مرة من المرات وحبتها من النظرة الاولى. وحاولت صوفيا تسوي بحث كامل عن جيسون ونكتشف ان صوفيا هي اللي قتلت اختها. وهنا اجت عطلة نهاية الاسبوع ونشوف جيسون وزوي ينظفون بالمدرسة، وبهالاثناء تجي صوفيا وتحاول تساعد جيسون وتحاول صوفيا تغري جيسون. وبالليل نشوف جيسون نايم غرفته وتروح لصوفيا وتدخل غرفته وكانت تسجل كل شيء، وتبدي تبوس جيسون لكن جيسون ما يسوي شيء لان كون صوفيا راهبة باعتقاده، لكن ما كان يتحمل اغراء صوفيا وصارت بينهم علاقة رومانسية، وكانت صوفيا تسجل كل اللي صار بيناتهم. وثاني يوم الصبح حز جيسون بالذنب لان مارس علاقة ويا راهبة. بعدها اجت صوفيا الغرفة جيسون وكان ماكو احد، وبدت تشم ملابس جيسون. وبهالاثناء تجي زوي وتشوف صوفيا، لكن صوفيا توبخ زوي، وزوي قالت كل اللي شافته الجيسون وتشوفهم صوفيا وتغضب، لذلك كسرت درجات زوي بالامتحان. وكان هذا الشيء غريب بالنسبة لزوي لأن كانت متعودة دائما تأخذ أعلى درجات بالصف الدراسي. بعدها راح زوي للصف وشافت ورقة الامتحان فوق الفستان، وبهالأثناء اجت صوفيا وشافت زوي تباوع على الورقة، وكان كل اللي يصير هو جزء من خطة صوفيا لأن حطت صوفيا ورقة الامتحان عن قصد حتى تشوف زوي. بعدها كان جيسون بعدها يحس بالذنب من اللي سواه، لذلك قرر يروح للكنيسة ويتوب على اللي سواه، لكن فجأة تظهر صوفيا وتصير بيناتهم علاقة رومانسية مرة ثانية. وبعد أيام سوت سارة حفلة بيتها وتدعو جيسون وتشوفه صوفيا وتقرر تروح وراء للحفلة، وبأثناء الحفلة تقترب سارة من جيسون وتحاول تبوسه، وهنا جيسون تذكر صوفيا وحاول يمنع سارة وغادر الحفلة، وكان شايل بيده زجاجة خمر لذلك لزمه الشرطي، لكن تظهر صوفيا وتدافع عن جيسون وقدرت تخلصه. بعدها صوفيا اخذت جيسون للفندق وتحاول تغريه ويقول لها جيسون كل اللي جاي نسويه هو غلط، وتقول له صوفيا انا اريد اكون وياك طول عمري
وأنا عندي هواي فلوس لذلك راح نعيش بسعادة. ويستغرب جيسون من هذا الشيء ويغضب ويقول لصوفيا أنا ما أريد أكون وياك، ويغادر ويقعد على جانب الطريق. وبهالأثناء يجي أبوه ويحاول يدعم جيسون ويشجعه ويسمح له يستمر بمسيرته الموسيقية بعد ما كان أبوه رافض هاي الفكرة. ويحس جيسون بالسعادة كبيرة من كلام أبوه، ويرجعون اثنينهم للبيت. وبعد نهاية العطلة كان جيسون مستعد يروح للمدرسة. وبهالأثناء كانت صوفيا بسيارة وكانت حزينة وتبكي بسبب اللي قاله جيسون بليلة الماضية. وهنا زوي شافت صوفيا بسيارتها وجاي تغادر، وتبدي زوي تشك بصوفيا وتحس انه اكو شيء غلط. لذلك زوي سجلت رقم السيارة مال صوفيا وحاولت تدور على رقم السيارة، وطلعت السيارة مسجلة باسم صوفيا، لكن بالحقيقة كانت هاي السيارة هي سيارة صوفيا الحقيقية اللي قتلتها صوفيا المزيفة. وهنا جيسون دخل الغرفته وفجأة شاف صوفيا منهارة على فراشه ويمها حبوب هواي، وحس ان صوفيا انقهرت كلش بسبب اللي صار بالليلة السابقة. ويحاول يواسى صوفيا وتبدي صوفيا تبوسه، وكان هذا الشيء مجرد مزحة الجيسون. ويغضب جيسون ويقول لصوفيا راح اشتكي عليك، وتقول له صوفيا اذا اشتكيت راح يعرفون انه انت كنت على علاقة رومانسية ويا راهبة، وراح تتلف صورتك امام الناس. وغادرت صوفيا، وهنا تلقى جيسون مكالمة من زوي، وتسأل زوي عن صوفيا، ويقول لها جيسون راح اقلك بالصف. وثاني يوم اجت ريبيكا للصف وياها سارة اللي سامحتها ريبيكا على اخطائها. ولاحظت ريبيكا ان صوفيا ما تعرف صلاة الصبح. بعد نهاية الدرس غادروا الطلاب، لكن صوفيا تبقي جيسون بالصف. وصوفيا تقول جيسون ممنوع تحكي ويا سارة، ويقول لها جيسون انت منو حتى تأمريني، وسارة صديقتي. وهذا الشيء يغضب صوفيا. وبالليل نشوف سارة تسبح، وفجأة تدخل عليها صوفيا وتقتلها بضرب راسها بالحائط، وقررت تحتفظ بالصابون حتى يبين الموضوع حادث. بعدها اجت زوي وشافت جثة سارة وتقول للكل. بعدها اجوا الشرطة واعتقدوا ان وفاة سارة كانت حادث، لكن جيسون وزوي كانوا شاكين بصوفيا. وصوفيا كانت مرتبكة بالاجابة على الاسئلة بسبب شكوك جيسون وزوي اتجاهها. وبهالاثناء كانت ريبيكا تتصل بعمة صوفيا حتى ترسل زهور، لكن تقول لها ما عندي بنت اخ اسمها صوفيا. لذلك عرفت ربيكا ان صوفيا كانت تكذب لفترة طويلة. بعدها جيسون يقول لزوي عن علاقته بصوفيا، والاثنين بدوا يشكون انه هاي مو صوفيا الحقيقية. وهنا تذكر جيسون انه شاف جهاز الكمبيوتر محمول بغرفة صوفيا. وثاني يوم كانت ربيكا تحكي ويا صوفيا، وجيسون وزوي يتسللون غرفة صوفيا ولقوا جهاز كمبيوتر محمول، وشافوا داخل هذا الكمبيوتر صور صوفيا الحقيقية، وعدها هواي صور ومعلومات عن جيسون، وقدروا يعرفون اسم صوفيا المزيفة واللي هو لورا، وقرروا يحتفظون بالكمبيوتر كدليل ضد صوفيا. ومن ناحية ثانية نشوف ريبيكا تقول لصوفيا عن كذبها، وتحاول صوفيا قدر الامكان تخفي كذبها. وبالاخير صوفيا ضربت ريبيكا بقوة وفقدتها الوعي. بعدها راح جيسون وزوي الكنيسة، وبهالاثناء اجت صوفيا وعرفت صوفيا ان جيسون وزوي كشفوا حقيقتها، وتحاول صوفيا تهاجم زوي. وفجأة تظهر ريبيكا ويصير قتال بيناتهم، وصوفيا كانت على وشك قتل ريبيكا، لكن جيسون طعن صوفيا بمفك البراغي. بعدها نشوف جيسون وزوي يتخرجوا، والأب يهدي لزوي سيارة أمها، والأب يهدي لجيسون أيضا جيتار ويقول له إذا راح تكون الأفضل لازم تعزف بالأفضل. ويفرح جيسون كلش بهاي الهدية، وقدر جيسون بالأخير يتلافى غلطة وذنبه اللي سواه ويا صوفيا، وقاوم إغراءاته، وبسبب هالشي انقتلت سارة، ورادت زوي تنقتل بسبب هاي العلاقة الخطرة اللي كانت بين صوفيا وجيسون. وهنا تكون نهاية الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم، لا تنسون الاشتراك بالقناة، ونشوفكم بالأفلام الجاية. مع السلامة.